السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع: من هم المغضوب عليهم؟ المغضوب عليهم هم اليهود ومن كان على شاكلتهم. اليهود عرفوا الله وعرفوا الحق وشرع الله ودينه ورسوله فرفضوه وكفروا بعد معرفتهم بنبوة محمد عليه السلام فلم يتبعوه، فأحبوا الطغيان وتضليل غيرهم فغضب الله عليهم. فاليهود لم يؤمنوا بالرسول عليه السلام استكبارا وحسدا من أن يكون من غير بني إسرائيل. اليهود إنهم أمة عناد وفساد وخبث وأشد الناس عداوة للذين آمنوا. فاليهود هم الذين غضب الله عليهم، وهم الذين عرفوا الحق فخالفوه وارتكبوا كل ما حرمه الله فاستحقوا غضبه. اليهود قتلوا الأنبياء وآذوا موسى وعبدوا العجل وحرفوا التوراة وأصيبوا بالغرور فقالوا نحن شعب الله المختار ومن أرقى المخلوقات. اليهود قاموا بالغدر والخيانة والإجرام وقالوا إذا عذبهم الله فهو لا يعذبهم إلا أياما قليلة، وأن الله فقير ويده مغلولة أي بخيل. قال تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا. وقال تعالى: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، أي جعل الله للكفار أغلالا كمن جعل لعنق الرجل قيد أي ربط، وهو القيد الذي تشد به اليد إلى العنق بقصد التعذيب. وهذه الأغلال في الأعناق عظيمة قد وصلت إلى أذقانهم وهو أسفل الفم، ورفعت رؤوسهم إلى فوق ومن شدة الغل في أعناقهم فلا يستطيعون خفض رؤوسهم. أخبرنا الله عن قول اليهود ودعواهم. قال تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. وكانت اليهود تقول: نبينا موسى أفضل الأنبياء، وكتابنا التوراة أفضل الكتب، وديننا أفضل الأديان، وكفرت بعيسى والإنجيل وبمحمد عليه السلام والقرآن. المغضوب عليهم إنهم أيضا ضالون بتركهم الحق، فاليهود والنصارى مغضوب عليهم، ولكن الغضب على اليهود أخص، أما الضلال للنصارى أخص لأنهم ضلوا عن الحق.